دي صور من المشروعات اللي النهاردة بتتنفذ على الأرض فعلاً. توصيل الغاز الطبيعي للقرى، وده كان حلم كبير مصر كلها بتتمناه. النهاردة إن شاء الله إحنا بنخوض تحدي كبير فيه، وإن شاء الله إحنا النهاردة بنستهدف، إحنا من العدد اللي موجود 1413 قرية فقط 59 قرية النهاردة فيهم هذه الخدمة، لكن الباقي كله هندخل فيه. يعني بنتكلم على 4 مليون وحدة سكنية إن شاء الله هيكون داخل فيهم خدمة الغاز الطبيعي، بحيث ده فعلاً يساهم في رفع العبء عن المواطنين. حجم شبكات الغاز الطبيعي اللي هتتمد في هذه القرى 16,000 كيلو متر طولي. اتصالات ومكاتب البريد لأول مرة هتدخل خدمة الإنترنت فائق السرعة للريف المصري. كابلات الفايبر والألياف الضوئية هتبقى متاحة. تحسين تغطية شبكات المحمول جوه هذا الريف. تعديل وتطوير مكاتب البريد المصري عشان تبقى توائم وتقديم الخدمات الحديثة كلها للشعب المصري. بالفعل النهاردة عندنا عدد كبير، مئات المكاتب اللي تم تطويرها واللي حيتم تطويرها من شاء الله باكتمال هذا البرنامج. دي صور للمكاتب اللي النهاردة بالشكل الحديث بقت موجودة النهاردة. الكهرباء زي ما كنا بنقول صحيح الكهرباء موجودة بنسبة 100%، ولكن مرة أخرى إحنا بنتكلم على تطوير حقيقي للشبكة عشان نضمن أن يبقى في استقرار للتيار الكهربي، في تقليل لفترات الانقطاع واستيعاب كل الاحتياجات المستقبلية بتاعتنا. ده تغيير كامل لكل المنظومة اللي موجودة، تحديث للشبكات، للمحولات، للموزعات، عشان نعمل شبكة جديدة للكهرباء اللي هتبقى موجودة بإذن الله. ده النهاردة الشغل اللي بيتم على الأرض حالياً وإحنا بنتكلم مع بعض، ده اللي موجود وبيتم على أرض الواقع. في الرأي هناك ملحمة أخرى في تحويل وتبطين الترع، وهذا المشروع المهم وبحق ده أحد المشروعات الكبيرة جداً اللي الدولة المصرية النهاردة بتنفذها عشان نقلل تكلفة التطهير وعشان نوصل المياه لنهايات الترع. لما بنزور القرى اللي بتبقى في نهايات الترع دايماً أهالينا بيشتكوا من نقص المية وعدم كفايتها. مع تبطين الترع إحنا بنتكلم النهاردة في المرحلة الأولى لوحدها 2500 كيلو تبطين، إحنا أنهينا النهاردة 37% منهم ب 900 كيلو، فعلاً انتهوا وبنكمل بقية المرحلة الأولى. ده الشكل بس عشان نبقى كلنا شاعرين ما قبل وما بعد إن شاء الله. وعشان كده إحنا بنقول لكل أهالينا هذه المشروعات العظيمة اللي معمولة ليكم أرجوكوا حافظوا عليها، ولازم نبقى فاهمين إن هذا المشروع هو ليكم بالكامل، فلازم نحافظ على البنية الأساسية اللي الدولة النهاردة بتعملها لكم.